سائل يقول: عندي ريالات من فضة قديمة وسعرها الآن غال، فهل يجوز لي الآن أن أبيع ريال الفضة القديم بمئة ريال ورقي؟ أي نعم، من غير جنسه ما يخالف، أما تبيعه بفضة، الفضة بالفضة، هذا لا يجوز إلا متساوية، أما بغير جنسه ما يخالف. نعم، أي اختلفت هذه الأجناس تبيعوا كيف شئتم، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، يعني تقابض. نعم.